كنطلبو زين حتى هي تلتحق بينا. منين زين؟ مشات. نهاية الحفلة كما قلنا لكم إلى السنة القادمة بإذن الله تحت أنغام ديدي الشاب أصيل. ما عنديش كلمات كثيرة، ما كاينش سير، كاين مهرجان فيه كثير من الحب واحتقائية. راس ماله صفر درهم، ولكن كنظن أن راس المال الكبير ديالو هو هاد الوليدات اللي بصح واحد النهار أمنوا بالحلم ديالي وخليتهم يحلموا معايا وطلعتهم في واحد العالم آخر، عالم ديال الفن، عالم ديال السينما، عالم ديال الصورة، عالم ديال الأضواء، عالم ديال الصوت، عالم الإبهار، وبحرت معاهم. كان عنده بداية، اليوم حفل اختتام، وكما شتي تأثر لا ديال الحضور ولا الطلبة، وهذا هو السحر اللي كتقدر تعطينا السينما. واش غنشوفوا السي هشام الوالي في شي عمل فني في رمضان؟ لا ما غتشوفنيش للأسف في هذا رمضان، ما كاينش عندي أعمال. كان عندي واحد البرنامج اللي غيدوز على القناة ام بي سي، ولكن اللي هو برنامج الصدمة، ولكن وقع مشاكل ما بين شركة الإنتاج. صورنا حلقات كان غيتعرض، ولكن للأسف ما تعرضش ولا تقبلت النتيجة. وماشي مشكل، أنا كنعتبر راسي فنان طول السنة، ماشي بحال حماص الحريرة خصني نكون بالضرورة في رمضان. أنا موجود اختش معيتيني في أي زمان وأي مكان. وصراحة ما عنديش جديد، صراحة ما عنديش شي جديد. اللي كان الجديد هو البرنامج الصدمة اللي خدا لي وقت كبير، لا في الإعداد لا في التصوير، بما أنه ما بقاش عندي جديد. دونك كنعرفوا كتكون واحد العطلة عند الفنان مورا رمضان، كيجي الصيف، دونك لحد الآن ما بين والو. جات شي حاجة هي هذيك، ما جاتش حنا ما كنحبسوش. أنا أشتغل في الكتابة وفي الإخراج وأدرس المسرح كفنان حاضر، المهم هو أنني حاضر ومحطيت السلاح وحاط رجلي في الساحة الفنية. كلمة في حق المرأة المغربية على هامش احتفال اليوم العالمي للمرأة. إلا حضرت إلا شفتوا اليوم، من أقوى التكريمات اللي كانوا عندي هما المرأة المغربية. أنا من كرمت الصحفية ابتسام شكور والأم العظيمة السيدة نادية الأستاذة الفاضلة، كرمت فيها أمي وأختي وبنتي وجارتي وبنت عمي، كرمت فيها المغرب، المرأة المغربية اللي بصح اللي للأسف بدات الصورة ديالها تخدش من طرف نساء. فينالمون هما كيبقاو مغربيات، الله يهديهم، لانه كيعطيونا صوره خايبه على المراه المغربيه. انا حاولت ما امكن نقول لهاد الناس، خصوصا على ان كانوا عندي بزاف ديال الطلبه افارقه وعرب، بغيت نعطيهم الصوره الحقيقيه على الام المغربيه، على الصحفيه الاعلاميه المغربيه، على الانسانه المغربيه القحه اللي كتربي وليداتها بالحلال. اخر سؤال، كيفاش الجمهور المغربي مع حلول يا ربي يا ربي حيد علينا هذا الشيء، حيدنا الوباء وترجع حياتنا كيف ما كانت، ترجع اللمة، ترجع الأسرة، حيث الإنسان المغربي خلق هكذا. أنا ما عمرنا خلقنا باش نتفارقوا، ولفنا الطبلة، ولفنا التبصيل الضاير، ولفنا ديك الزلافة والشبكية، كنكونوا مجموعين. رمضان بلا اللمة، خصوصا هذه واحد العامين ما كانش عنده طعم. الآن الحمد لله كنظن أن الغيوم بدات كتنقشع وبدات الرؤية كتوضح. يا ربي يا ربي يردوا رجعوا كيف ما كنا، وعلاش لا حسن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم،
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.